قبل ما اعمل اي حاجه عايزه اقول لكل اصدقائنا اللي بيسالونا عن البراش والكولوسيز انه متوفر في كل الصيدليات. شكرا لكل اصدقائنا اللي ما كانوش لاقيينه في المحافظات وبداوا من اول امبارح بالليل يقولوا ان هم تواصلوا ولقوه الحمد لله وبداوا يشتروه ويجيبوه. فانا بشكركم جدا للمتابعه وانا دايما معاكم، لو في اي حاجه بلغوني، متواصلين مع بعض من خلال الصفحه. طبعا الكولوسيز احنا اتفقنا انه مكمل غذائي غني بزيت كبد الحوت بفيتامين ألف وفيتامين د والاوميجا 3، وقد ايه احنا محتاجين ندعم الفترة دي، بخصوصا ان احنا زي ما اتفقنا مش في كل اكلاتنا بناكل اكل صحي، مش في كل اكلاتنا بناكل الحاجات الغنية بالاوميجا 3 او اللي فيها فيتامين د طول الوقت او فيتامين الف. احنا محتاجينه فعلا زي ما بنأسس عليه اطفالنا منذ الصغر، لازم احنا كمان نبقى متأسسين عليه، لان كل فترة بتعدي من عمرنا وكل شهر اكيد احنا بنفقد كم كبير من الفيتامينز، محتاجين لسورس خارجي نعوض منه الحاجات اللي بتنقص في جسمنا. طبعا كولوسيز من عمر السنه لعمر الكبار السن لامهاتنا، وبنعملهم على فكره نفس المعامله زي ما بنهتم بالاطفال ولادنا وبنحط لهم في العصير، نعمل كده مع برضو ابهاتنا وامهاتنا. ما يمنعش ان احنا نعمل عصير نحط له فيه الفيتامين اذا هو مش حابب ياخد فيتامين او بالنسبه له تقيل عليه شويه. في ناس كتير قوي بتقول كده. ان شاء الله تلاقوه متوفر، وهو العلبه فيها 30 كبسوله وفيها 3 شرايط، كل شريط فيه 10 كبسولات. ان شاء الله يعني ايه تجربوه وتقولوا لنا باذن الله. وبشكر كل اصدقائنا اللي جربوه وبعتوا لنا، بشكركم شكرا جزيلا. طبعا هو امن جدا للحوامل، عشان بس السؤال ده اتسال كذا مره. تاخدوه بشكل امن لان هو يعني مكمل غذائي ما فيهوش اي ضرر. ندخل بقى على البروش، والبروش ده مهتمين بيه قوي ما شاء الله، يعني الفئه الفظيعه العمريه هي من فئه ال 14 سنه لحد حوالي 27 سنه. الفئه دي تحديدا هي اكتر فئه بتبعت وبتسال عليه، مهتمين بيه جدا لانه طبعا في مرحله المراهقه في حب الشباب، اللي مش حابب يبقى عنده حب شباب فبيبدا البنات من سن ال 12 او بدايه سن المراهقه والبلوغ بيبقوا محتاجين يخلوا بالهم من بشرتهم. البشره بتجف فمحتاجين حاجه تخلي البشره رطبة مارينا، غني جدا بالكولاجين، ودي برضو نسبة من الكولاجين محتاجينها أكيد. أهم حاجة عجبتني في الفراش ده هو أن الست عناصر اللي موجودة فيه عناصر طبيعية 100%، ودي حاجة جميلة ما فيهوش أي كيميكال. ولذلك لما قلنا تفتيح بشرة هو مش التفتيح الفوري اللي حالا أنا هحطه تاني يوم هبقى فاتحة، هو دايما الحاجات الناتشرال والطبيعية دايما بتبقى ليها يعني إيجابيات جميلة جدا، بتبقى طول ما احنا بنستخدمها بنحس بالفرق كل شوية كل شوية. لكن ميزتها أنها ما بتسيبش أي أثر جانبي زي الحاجات اللي فيها كيميكالز، أنها بتدي غمقان أكتر. خلينا بقى ندخل دلوقتي ونقول ان البروش موجود في كل الصيدليات بسعر مناسب جدا لحضراتكم.